عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أنور ودي قناتكم قناة سمارت إنجليش. أحييكم تحية كبيرة جدا وبشكر بالمناسبة دكتورة أسماء أبو شبانة مسؤول توفل إمدست وتوفل القاهرة توفل عين شمس. تمام، الجروبات دي على الفيسبوك بشكرها جدا إنها نشرت فيديوهاتنا واهتموا بالمحتوى الخاص بقناة سمارت إنجليش. كمان بشكر وبخص بالذكر الدكتورة شيماء من الجيزة على تعليقاتها واهتمامها ونشرها للمحتوى بتاعنا على اليوتيوب. النهارده شباب هنروح مع بعض على جزء خاص بالقسم الجرامر الخاص بتوفل اي بي تي اكزام، وهنتكلم تحديدا على الاستراكشر اند ريتن اكسبريشن ومجموعه من الجمل التشويسز اللي ان شاء الله هتكون فيها 100% وهتكون متاكد من اجابتك ان شاء الله. وزي ما اتفقنا ان قناه سمارت انجلش بتعلمك انك تفهم مش تحفظ، وده اهم حاجة ما يميزنا عن الباقي انك تفهم ولا تحفظ. تمام، يلا بينا نروح على تفاصيل الفيديو ده والمحتوى بتاعه هيفيدك ان شاء الله بس بعد الفاصل. يلا بينا. عندنا شباب النهاردة رجعنا لكم تاني بمجموعة من الجمل. اول جملة معانا the first one is بتقول the music on a compact disc اللي هو السي دي is recorded by lasers. تمام، بيقول ان الموسيقى اللي موجودة على السي دي هي سجلت بواسطة الليزرز. تمام، طيب تعال شوف بقى اول جملة كده، شوف الخطأ هيكون فيها فين. كلمة the music الموسيقى فيها مشكلة؟ ما فيهاش مشكلة ان ده السبجكت بتاعنا بتاع الجملة. تمام، وعادي نحط له ذا بيتحدد نوع من الموسيقى the music اللي موجودة على السي دي القرص المضغوط a compact. a هنا أداة نكرة على قرص مدمج. تمام، is record هنا المشكلة بقى في كلمة record. ليه؟ لأن أنت بتقول لي is record يا تقول لي is recording. تمام، وما ننساش كمان كلمة by أول ما أشوفها وراها الفاعل اللي هو، يبقى أنا كده بتكلم على صيغة passive مبني للمجهول. طيب المبني المجهول في هذه الحالة مش محتاج تصريف ثالث للفعل؟ أيوة محتاج كلمة record تبقى recorded، وده الاختيار الصحيح رقم 3 اللي هو record هتبقى recorded. تمام كده، لأن صيغة مبني المجهول محتاج إن أنا أغير وأحط التصريف الثالث للفعل. Aristotle believed that everything in the universe were composed of four basic elements earth, water, air and fire. بيقول Aristotle العالم ده بيعتقد ان كل شيء موجود على الكون قد تكون او ألف من اربع عناصر اساسية، هي الارض اللي هي التربة يعني، والمياه والهواء والنار. تمام، تعال نشوف بقى فين الخطأ هنا. كلمة Aristotle believed يعني كان بيؤمن بي. تمام، in the past الفعل في الماضي تصريف ثاني ما فيهوش مشكلة. That everything، وخلي بالك من كلمة everything، لو اتكلمنا على كلمة everything يا جماعة المعلومة كده، كلمة everything و everyday والحاجات دي كلها singular، يعني ده فاعل مفرد وليس جمع. كل شيء هنا مفرد بتعامل مع معاملة المفرد. تمام، in the universe، طب ينفع بعد ما احط الفعل everything مفرد اجيب كلمة where؟ where ده فعل جمع يجي مع الجمع. تمام، طبعا الإجابة الخاطئة هنا where، ولازم اختار مكانها was composed، وده صيغة ايضا passive مبني المجهول تصريف ثالث الفعل composed، وهنا هيبقى was لان everything مفرد. تمام، وكلمة four basic يعني اساسي او رئيسي، وelements عارفينها يعني عناصر، وfire اختيار من البدائل earth التربة والمياه والنار والهواء. تمام، فكلمة النار برضو ما فيهاش خطأ، يبقى الاختيار السليم في رقم 2 هو where. وليه اختارنا وير؟ لان وير بتيجي مع فاعل جمع وكلمة everything فاعل مفرد او كلمة مفردة، يبقى هتستخدم معها was. تمام كده، واضحة الجملة 2. نروح على نمبر 3، بيقول the 1980 explosion يعني الانفجار اللي حصل سنة 1980 of space the first volcanic eruption in the continental United States in over 60 years. بيقول ان الانفجار اللي حصل في مكان معين هو يعتبر اول انفجار او اول ثورة في الولايات المتحدة اكثر من 60 سنة فاتوا. تمام، طيب هو هنا مديني اربع بدائل بقى، وخلي بالك من الاربع بدائل هنا، ماونت اس تي هيلنز، تمام، اللي هو الدير او الجبل اسمه هيلنز، ولا واز ماونت اس تي هيلنز،
ولا it was Mount St. Helens ولا Mount St. Helens was. تمام؟ طيب انت محتاج هنا في الجملة فاعل ثم فعل مضاف له يعني of حاجة، ما ينفعش اجيب فعل هنا. تمام؟ يبقى الجملة التانية كده خطأ، بعد of ينفع اجيب was؟ لا، يبقى دي نوك اوت، طلعها بره. الجملة رقم 2 was Mount St. Helens كده خطأ. طيب الجملة رقم 1 انا محتاج هنا فعل بعد ما اضيف الاضافة بتاعتي احط فعل. طب الجملة دي كلها على بعضها Mount St. Helens ما فيهاش فعل، يبقى ايضا الجملة رقم 2 خطأ. تمام؟ طيب هنا بقى في الجملة رقم 3 it was the 1980 explosion of it was، يعني بعد of احط it was، لان عايز اضافة بعد of دي، of حاجة، of مكان، of place. تمام؟ يبقى it ايضا ما تنفعش. اذا الاجابة السليمة هي Mount St. Helens والجملة تحتوي ايضا على الفعل was، يبقى اذا هو ده الاختيار الصحيح. يبقى انا محتاج شيء اضيفه ثم فعل، ده التركيبة اللي تقع في ذهنك اثناء حل هذه الجملة. طيب هنا مفيش فعل يبقى بره، هنا الفعل الاول يبقى بره، هنا حاطط فاعل تاني وفعل والشيء المضاف في الاخر. تمام؟ اذا خطأ. اما الاجابة السليمة هي Mount St. Helens was. هنا في الجمل دي يا شباب انا كل الهدف منها ان انا بحط تفكيرك على الطريق الصحيح عشان حضرتك تتعود وتتدرب لوحدك فيما بعد على هذه الجمل، ويبقى عندك استراتيجية واضحة في ذهنك من خلالها تقدر تختار الاختيار الصحيح. One type of Australian frog lays up to 25 eggs at a time and then swallows they for protection. بيقول واحدة من أنواع الضفادع الأسترالية بتضع أكثر من 25 بيضة في المرة، وبعد ذلك بتلتهمهم تبلعهم من أجل الحماية. تمام؟ لو بصينا على كلمة lays، one lays صحيحة، ادي one of Australian frog، واحدة من انواع الضفادع، مالها؟ lays بتضع البيض، والفعل المضاف له اسم مفرد غائب. اوكي؟ طيب at a time يعني في المرة، ودي ما فيهاش ايضا مشكلة، فlays عادية صحيحة و at a time صحيحة. and then وحينئذ swallows they، زي هنا ضمير فاعل صح؟ طب يلتهم هم ولا يلتهم هم كضمير مفعول؟ الصحيح ان المفروض they تبقى ضمير مفعول، يلتهمهم بتلتهم. طب يلتهم هنا فعل المفروض يجي وراه مفعول، المفعول هنا ما ينفعش يبقى زي ابدا، ضمير المفعول من زي هو them، فتبقى الاجابه الصحيحه ان اغير كلمه they الى them. تمام كده؟ اما for protection من اجل الحمايه عادي جدا ما فيهاش اي خطا، اما الاجابه الصحيحه هي they تبقى them. اوكي نمبر 5 بيقول static electricity الكهرباء الساكنه space one cloud to another or between clouds and the ground creates lighting. طيب مديني اربع بدائل، بيقول flows from، the flow from، flowing from، is flowing from. هنا عايز يقول في الجمله كده ان الكهرباء الصامته بتنبعث او بتتدفق من one cloud يعني سحابه to another من سحابه لاخرى، الكهرباء الصامته اللي بتحصل ما بين السحب، or between clouds او بين السحب and the ground والارض creates lightning وبتشكل بعد كده اللايتنج اللي هو البرق. تمام؟ طيب انا محتاج هنا يا جماعه حاجه جمله وصفيه، جمله وصفيه باستخدام الجيران. تمام؟ فيبقى الاختيار الصحيح بتاعي following from اللي هي بتتدفق من، عايز يقول تتدفق من. تمام؟ طب follows from مضارع بسيط كذا، لا ما تنفعش معايا. follows from one cloud، following هنا كجمله وصفيه بتضيف للجمله الاصليه، يبقى هي الفيرب بلس اي ان جي from. طب the flow from static electricity، the flow from التدفق من، ما ادتكش معنى، ما ادتكش فيرب، اذا الجمله هنا خاليه من الفعل. the flow from هنا اسم، التدفق من او تنبعث من، هنا ده اسم. طب انا عايز محتاج في الجمله فعل مش اسم، لان ده فاعل يجي وراه فعل على طول. طيب يبقى دي برضه ما تنفعش. طب هنا اداني فعل. تمام؟ بيقول the static electricity is flowing from، خلاص بتنبعث من، خلاص هنا ده مضارع مستمر يا جماعه. انا في المضارع المستمر انا محتاج هنا جمله وصفيه، اولا هي ده حقائق بستخدم مضارع بسيط، بس عشان انا هنا في الجزئيه دي محتاج جمله وصفيه
تصف الفاعل بتاعي static electricity يبقى لازم استخدم الجيراند اللي هو flowing from، فاقول static electricity flowing from اللي منبعثة من او التي تتدفق من سحابه الى اخرى بين السحب بتنتج البرق. تمام، هو ده معنى الجمله، فيبقى الاجابه السليمه رقم 3، نمبر 3. تمام، شوف نمبر بيقول ذا سبانيش انتروديوسد نوت اونلي هورسز اند اولسو كاتل تو ذا نورث امريكان كونتيننت. بيقول الاسبان ليس فقط قدموا الخيول ولكن ايضا العجول الصغيره قدموها ايضا هي والخيول لشمال امريكا، لقاره امريكا الشماليه. تمام، طيب لما اشوف ذا سبانيش ده الفاعل، انتروديوسد الفاعل، اوكي تمام انا ماشي كده كويس، يعني انتروديوسد ما فيهاش اي مشكله. نوت اونلي، امسك هنا بقى، هنا نقف شويه عندي قاعده نوت اونلي ليس فقط. طبعا كلمه نوت اونلي المتلازمه بتاعتها على طول اسمها بات اولسو، نوت اونلي بات اولسو. تمام، طيب هنا ينفع بقى اقول اند اولسو؟ لا، هنا بقى الخطأ في كلمة and، المفروض تكون but also. يبقى the Spanish introduced not only horses but also cattle to the North American continent. تمام، يبقى القاعدة بتقول not only بيجي وراها but also، إلا ما الراجل هنا جايب لنا and فتبقى and خطأ، إذا كلمة but هي الإجابة الصحيحة وليس and، وكلمة continent ما فيهاش مشكلة اللي هي قارة يعني. 7، white blood cells، الخلايا الدم وكرات الدم الحمراء البيضاء، are the largest of red blood cells، عايز يقول انها الاكبر من خلايا الدم الحمراء، and are more varied in size and shape، وهي اكثر تنوعا في الشكل والحجم. تمام، تعال نشوف الخطأ فين تحديدا. هو بيعمل دلوقتي مقارنة بين كرات الدم البيضاء والحمراء. تمام، طيب في المقارنة في اللغة الإنجليزية يا شباب، لما يكون تحديدا عندي الأدجكتيف الصفة قصيرة المقطع زي large مقطع واحد، بعمل في الصفة ايه يا شباب؟ بضيف لها ER وراها كلمة than، ما بحطهاش في التفضيل. الصيغة اللي قدامي دي كده يا شباب صيغة superlative يعني التفضيل، واحنا قلنا قبل كده في فيديوهات سابقة ان التفضيل من الصفات قصيرة المقطع يحتوي على ذا ثم الصفة مضاف لها الاحرف EST. تمام، اما في هذه الحالة انا بعمل تفضيل ما بين شيئين، طبعا ده خطأ، المفروض تكون مقارنة ما بين شيئين وهم كرات الدم البيضاء وكرات الدم الحمراء. في هذه الحالة لازم اغير كلمة the largest الى larger than، larger than، يبقى هنا الإجابة الصحيحة هي the largest. طيب أغير الإجابة إيه والتصحيح بتاعها إيه؟ the larger than، بضيف للصفة large ER وأحط جنبها كلمة than، تبقى أكبر من، يبقى المفروض تكون كده الجملة white blood cells are larger than red blood cells، لأن دي مقارنة بين كرات الدم البيضاء وكرات الدم الحمراء. تمام، شوف نمبر 8، بيقول the model T car introduced in 1908 space 850 دولار sign. تمام، يعني بيقول ان العربية الموديل بتاعها تي اللي تقدمت في سنة 1908 تمنها كذا. تمام، تمنها 850 دولار. طيب انا عايز اقول تمنها دي ايه؟ ثمنت، عايز يقول ثمنت، اتحط لها سعر يعني تمنت بكذا. طيب اقول the price was كذا، طب the price دي عايدة على مين يعني؟ السعر كان كذا، انت المفروض تقول سعرها او سعرت. تمام، او تمنت، يبقى انت المفروض هتستخدم صيغة مبني المجهول. اذا كل هذه الصيغ الثلاثة الاول خطأ، اما الصيغة السليمة اللي هي number was price. تمام، طيب واحد يقول لي طب ليه ما اخترتش the price was؟ قلنا the price was الفاعل، والفعل موجود ومديني المفعول وكل حاجة، بس انا هنا ما ادتش المعنى المطلوب للجملة. بيقول ان السيارة الموديل لها تي اللي اتقدمت وعرضت سنة 1908 the price was كذا؟ لا، تمنها او ثمنت. تمام، او سعرت بسعر كذا. طيب اقول a price of بدون بقى فعل ولا اي حاجه كده؟ طبعا ما ينفعش، a price of يعني سعر ليه، سعر ليه 850 دولار ولا سعرت؟ لا سعرت. طب to be priced ان تثمن at كذا،
طبعا خطأ. طيب was priced ليه صح؟ ثمنت يعني حد قام بتثمينها ووضع الثمن عليها، تمام. طيب هنا الصيغة مبني المجهول، وثمنت عند at 850 دولار ساين، تمام. يبقى الإجابة السليمة في هذه الجزئية أن was priced، لأن هنا صيغة مبني المجهول، لأن هذه السعر سعرت بكذا، سعرت بكذا، هو ده المطلوب ودي الإجابة السليمة. نعم. طيب نشوف، بيقول during the 1982 to 1983، يعني أثناء ما بين الفترة ما بين 1982 لسنة 1983، El Nino 90% 90% of Peru's far seal bombers have died. بيقول يعني أثناء الفترة ديت 90% من جراء العجل البحر الصغير، يعني أبنائه أو العجول البحر الصغيرة المولودة ليه، ماتت في الفترة دي، تمام، في بيرو، يعني دولة بيرو في أمريكا الجنوبية. طيب ديورنج هنا فيها مشكلة، قلنا ديورنج دايما معناها أثناء أو خلال، وبيجي وراها فترة زمنية اسم أو ناون، تمام. طيب وده موجود عندنا فدي ما فيهاش مشكلة. بيروز فارسيل بابس، كلمة بيروز هنا مضاف لها اس الملكية، تمام، جراء العجول البحر ذات الفرو الخاصة بدولة بيرو، فاس الملكية ما فيهاش مشكلة، ودولة بيرو ما فيهاش مشكلة، لكن هي القصة كلها وبابس دي اللي هي الجراء الصغيرة، الجراء الصغيرة أو الأطفال الصغيرة أو جراء الحديثة الولادة. هاف دايد هي اللي فيها مشكلة يا شباب، لأن أنت بتكلمني عن فترة إن ذا باست، بتكلمني على فترة انتهت وقضيت وتمت في الماضي، تمام كده. لما تكلمنا عن الماضي استخدم ماضي بسيط، ما استخدمنيش مضارع تام، تمام، لان ده حدث وقع وانتهى في الماضي، خلص انتهى، ليس له اثر حاليا، تمام. طيب او ليس مستمرا في الوقت الحالي، يبقى انا محتاج هنا اغير زمن الجملة من هاف دايد الى دايد فقط، فشيل كلمة هاف عشان يبقى الفعل في الماضي البسيط تصريف تاني للفعل، تمام. ده نمبر 9، دي الاجابة السليمة، تبقى past simple يعني ماضي بسيط تصريف تاني للفعل. حلو لغايه دلوقتي. تعالى بيقول اس تي اوجستين فلوريدا واز فاوندد ان 1565 باي بيدرو مينينديز اند واز ريز 21 ييرز ليتر باي فرانسيس دراك. بيقول ان الدير بتاع اوجستين في فلوريدا وجد سنه 1565 بواسطه بيدرو ده، وتم هدمه في 21 سنة بعد ده بواسطة فرانسيس، تمام؟ ده معنى الجملة. تعال نشوف الأخطاء اللي فيها ونشوف فين الخطأ ونعدله. الدير ده was founded. طيب هل ديت خطأ؟ لا طبعا، دي صيغة مبني المجهول passive verb to be وتصريف ثالث الفعل، ما فيهاش مشكلة. طيب by بيدرو يعني وجدت بواسطة بيدرو، by هنا فيها مشكلة؟ لا، صحيح أيضا في المعنى والجرامر. طيب تعال نشوف was raised، لو لاحظت was founded تصريف ثالث الفعل، ايوه، امال was raised ده مصدر ليه؟ كلمه raise معناها يهدم. طيب was raised ما تنفعش ليه؟ لان احنا اتفقنا ان صيغه الباسيف اللي هو المبني المجهول تكون من جزء من فيرب تو بي وتصريف ثالث بالذات مع الافعال في الماضي البسيط، تمام. طب انا محتاج هنا اعمل ايه؟ محتاج اجي على كلمه raise واخليها raised، يعني هضيف لها دي، تمام، فتبقى was raised. وكلمة later مؤخرا ده ظرف زمان ما فيهوش أي مشكلة خالص، يبقى الإجابة الصحيحة raised، تبقى raised في رقم 10، تمام كده؟ نروح على number 11. بيقول space reacts بتتفاعل with coloring atoms بذرات الكلور، تمام؟ an electron is transferred، الإلكترون فيها في الذرة دي بينتقل from the outer shell من الإطار الخارجي، خلاص؟ للصوديوم، لذرة الصوديوم of the sodium atom، كلمة atom يعني ذرة، to the outer shell للإطار الخارجي of the chlorine atoms لذرة الكلور. طيب أنا محتاج هنا بقى أشوف الأربع اختيارات. بيقول A sodium atom، A sodium atom، ولا for a sodium atom، ولا when a sodium atom، ولا it is a sodium atom. طيب هو هنا بديني جملة وصفية كاملة، خلاص؟ بيقول space reacts with coloring atoms and electron is gas، هو عايز يقول في حالة ما إذا تفاعل الإلكترون أو ذرة الكلورين اللي هو الكلور
ايه اللي بيحصل بقى لما بتتفاعل زلة الكلور؟ بيحصل ان الالكترون بينتقل من الاطار الخارجي لذرة الصوديوم الى الاطار الخارجي لذرة الكلور يعني اللي هو الكلورين. تمام؟ طيب انا محتاج اقول كلمة وين. الاختيار الثلاثة هو الاختيار الصحيح. واحد يقول لي طب ليه يا مستر انت حضرتك اخترت وين؟ لان هو هنا يا جماعة المعنى يستقيم لما استخدم وين. ما ينفعش اقول اصوديوم اتوم مالها رياكتس ذره الصوديوم بتتفاعل كذا وخلاص، ولا اقول فور اصوديوم اتوم من اجل او لي ذره الصوديوم، وما اقولش كمان اتيز اصوديوم اتوم انها ذره الصوديوم وتتفاعل فاعل وفعل وارجع احط فعل تاني. يعني الجمله الاختيار الرابع ده خطا تماما. عندي فعل هنا في الجمله اسمه از، وارجع احط فعل بعديه تاني في نفس الجمله اسمه رياكتس. طبعا ما ينفعش فعلين بالذات لما يكون الجمله بسيطه. ماشي؟ طيب فور اصوديوم اتوم لذرة الصوديوم ايه المعنى لم يكتمل؟ لكن اصح اختيار يا شباب هو when a sodium atom، عندما ذرة الصوديوم تتفاعل مع الكلور، مع ذرة الكلور بيحصل كذا كذا كذا. تمام؟ يبقى اذا دلوقتي المعنى يستقيم مع اختيارك when، ويبقى تلقط الحاجات دي كده من سرعة التكرار. عندما تتصادم او تتفاعل ذرة الصوديوم مع ذرة الكلور يحدث كذا وكذا وكذا. تمام كده؟ شوف رقم. يقول antelopes are gregarious animals. تمام؟ antelope اللي هو الظباء يا جماعه، وكلمه gregarious يعني اجتماعي، يعني عندها علاقات اجتماعيه كده كتيره، فgregarious يعني اجتماعي. تمام؟ يعني حيوانات اجتماعيه. that travel in herds، كلمه herds يعني قطعان. ranging تعمل سلاسل in amount from a few to several thousand، يعني لكمية او لرقم معين تقريبا بيكون اقل او اكثر من الالف. تمام؟ ده بالنسبة للظباء. طب ده المعنى. تعال نشوف gregarious. gregarious animal صفة ثم موصوف، فيها مشكلة؟ لا طبعا. تمام؟ kind animals gregarious animals فيش مشكلة. طيب that travel in herds ranging in amount. اولا كلمة antelopes اللي هي الظباء، انواع من انواع الغزلان يعني، طبعا بيعد ده ولا لا يعد يا شباب؟ طبعا countable noun يعني اسم بيعد. طيب الذي يعد ما ينفعش نختار معاه كلمة amount ابدا، واحنا شرحنا في فيديو سابق لو رجعت على القناة وبصيت عليه خد لك جولة كده هتلاقي فيها نفس القاعدة اللي شرحت قبل كده. اللي تابع معانا هتلاقيه فاهم قوي احنا بنقول ايه دلوقتي. فكلمة in amount ما تنفعش، احنا لازم هنا نحط number. in a number from few to several. طب كلمة a few و several دي صفات يا جماعة معناها القليل من او الاكثر، يعني كثيرا او كثيرا، several يعني العديد من، و few يعني القليل من. تمام؟ طيب يبقى هنا الاختيار الصحيح يا شباب هو كلمة amount، لازم اشيلها واحط number لان الانتلوبس ده countable noun، لان ده اسم معدود ما ينفعش اخد معاه كمية. تمام؟ number 13. بيقول ان 1821 سنة 1821 ايما ويلارد opened officially the doors to the first school in the United States to offer college level courses for women. بيقول ان سنة 1821 ايما ويلارد السيدة ايما افتتحت بشكل رسمي الابواب نحو او ابواب مدرسة، يعني اول مدرسة في الولايات المتحدة التي تعرض او تقدم كورسات خاصة بطلبة بمستويات الجامعة للنساء. تمام؟ تعال نشوف بقى ان وتاريخ، فيهاش مشكلة ابدا، ده دي قاعدتها معروف. ان دايما يجي وراها تاريخ، تمام؟ او شهر مثلا. طيب ايما ويليارد opened فاعل وفعل، ثم officially يعني بشكل رسمي. كلمة officially ده ظرف، تمام؟ هل ينفع ان انا اقول opened officially بالعقل كده؟ طبعا لا يصح، لان الظرف يجي قبل الفعل لان هو اصلا بيصف الفعل. خلاص؟ زي ما الصفه بتيجي a good man a clever girl، clever جت الاول ثم الموصوف بعدها. ايضا في الظرف يا شباب دايما يجي قبل الفعل لان هو بيصف الفعل الظرف، فالمفروض اقول كده ايما ويلارد officially opened the doors. تمام؟ اعكس مع بعض الكلمتين دول مع بعض فدي بقى officially open. تمام كده؟ وده الخطأ اللي موجود معانا في جملة رقم 13. و to offer to المصدر for women للنساء ما فيهاش اي مشكلة. تمام؟
يبقى المفروض اقول officially opened، وده السبب بتاعها راجع لان الظرف يسبق الفعل عشان يوصفه، فيبقى هنا الاختيار رقم 13 هي officially opened. تمام. بيقول in 1858 سنة 1858 the site space was to become the city of Denver was settled as a way station for outfitting gold prospectors. بيقول في سنة 1858 الموقع اللي كان المفروض هيبقى اتخطط له انه يكون مدينة دينفر استخدم كمحطة للمنقبين عن الذهب. تمام. لتجهيز التنقيب عن الذهب، كلمة outfitting يعني التجهيز، وprospectors معناها المنقبين عن الذهب. تمام. طيب انا محتاج هنا the site it was، the site ده فاعل. تمام. ينفع احط بعديه فاعل تاني it؟ بالعقل كده بره اللعبة دي، يبقى it بره كمان. the site it was، لا the site حاجة was. طيب نقول of it، the site of it، دي تنفع منطقيا كده في البداية. طيب what لوحدها، the site what was برضو تنفع، ده أداة استفهام او حتى كرابطة ما تنفعش معايا، لازم فيه هنا فعل قبلها. تمام. طيب of what تنفع، the site of what تنفع، يبقى انا عندي of it و of what. بس خلينا نشوف بقى هل of it صح ولا of what صح. تعال نشوف المعنى بقى هنا اللي هيحكمك. بيقول في سنة 1858 يا شباب الموقع اللي كان مفروض متحدد عشان يتعمل لمدينة اسمها دينفر، خلاص اتعمل محطة للتنقيب عن الذهب، للمنقبين عن الذهب. تمام. للتجهيز عن التنقيب للذهب. يبقى الإجابة السليمة هنا في المعنى of what was، الذي كان of what، أنا عايز relative pronoun ضمير وصل له علاقة بالجملة، يبقى of what was to become the city of Denver، اللي كان هيتعامل مدينة لدينفر was settled as، تم الاستقرار عليه، اتغير طبعا مدينة دينفر الى موقع للتجهيز للتنقيب عن الذهب. تمام. دي نمبر، يبقى الاجابة الصحيحة of what الاختيار الرابع للجملة 14. لغاية كده كويس. تعال نشوف لما نشوف مع بعض يا شباب نمبر 15. بيقول typical long bone such as a femur consist of a long shaft with swallowing at end each او each end. تمام. بيقول ان العظام الطويلة العادية في جسم الانسان زي عظمة الفخذ بتحتوي على تورمات قليلة في نهاية في النهاية. تمام. طيب هنا الخطأ فين يا جماعة؟ such as فيها مشكلة؟ لا. consist of فيها مشكلة برضو؟ لا. كمان كلمة swallowing ايضا ما فيهاش مشكلة. طب نشوف فين المشكلة. طب اذا ما كانش دي فيها مشكلة ولا دي ولا دي ولا دي، فين الاجابة الصحيحة يا جماعة؟ كلمة typical long bone، ينفع اقول typical long bone اي عظام كده ما حددش على العموم على الاطلاق؟ لا، لازم اقول a typical long bone، يعني هحط a هنا في كلمة typical. كلمة typical يعني العادية. a typical long bone such as كذا، العظام الطويلة اللي زي كذا، يبقى لازم احط لها اداة نكرة قدامها فتبقى atypical. تمام. the vacuum tube did an important contribution to the early growth of radio and television. بيقول ان الانابيب او الاسطوانات المفرغة يعني اسهمت باسهامات مهمة. تمام. كلمة contribution يعني اسهام او مشاركة في النمو المبكر للتلفزيون او تطور التلفزيون والراديو. تمام. هنا الخطأ يا شباب على طول كده، ذا ما فيهاش مشكلة، ديد هي اللي خطأ، لأن كلمة contribution يجي معاها الفعل ميك، ولكن هنا الفعل ماضي يبقى ميد، فأقول كده the vacuum tube made a contribution. تمام. يبقى إذا دلوقتي عندي كلمة ميد هي اللي هتحل محل الاختيار ديد. تمام. لأن ده الخطأ، يبقى made an important contribution. تعال شوف. بيقول in the Antarctic Ocean، في المحيط الخاص بقارة أنتاركتيكا، space of plankton. تمام. and crustacean forms of life. بيقول ان البلانكتون اللي هي العوالق والشوائب. تمام. والقشريات crustacean يعني قشريات of life. هختار انهي اختيار بقى؟ يعني بيقول لي في المحيط الخاص بقارة انتاركتيكا an abundance. تمام. انا هنا ما حطيتش فعل خالص، يعني ما فين الفعل بتاع الجملة؟ جملة كده تماما ما فيهاش فعل، انا محتاج جملة فيها فعل. طب انا عندي الاختيار الاول كده ما ينفعش، الاختيار الثاني فيه فعل،
والتالت والرابع. طيب يبقى رقم واحد كده بره ما فيهاش فعل. طب in the Antarctic Ocean is an abundance، تمام، يعني يوجد يكون وفرة كذا، ولا it is an abundance. طب لو حط ايه التاني يبقى تكرار للفاعل. In the Antarctic Ocean ده الفاعل، ما ينفعش اقول ايه التاني، يبقى الاختيار واحد وثلاثة ما ينفعوش. طيب بيقول an abundance is، يعني وفرة في، يعني اقول الفعل في الاول اللي هو رقم اتنين او اربعة، تمام، رقم اتنين او اربعة هي الاجابة الصحيحة واحدة فيهم. هل هي is an abundance ولا an abundance is؟ طبعا الاجابة السليمة ان الفعل اللي يجي الاول، اقول in the Antarctic Ocean is an abundance، يوجد وفرة من، مينفعش اقول an abundance is of. ينفع اقول is of؟ لا طبعا العكس صحيح. فاذا الاجابة السليمة هي رقم اتنين is an abundance، تمام. A bimetallic thermometer relies the different rates of expansion of two types of metal usually brass and copper. بيقول الترمومتر الثنائي المعدني relies، كلمة relies يعني يعتمد على، تمام. فهنا الخطأ في كلمة relies، ليه؟ لأن بيجي وراء حرف الجر on، يبقى الفعل relies لازم ينضاف له on هنا، يبقى relies on the different rates، المعدلات المختلفة، و usually و rates ما فيهاش مشكلة أبدا، ولا by metallic، تمام؟ يبقى هنا relies on، الاختيار الصحيح relies on، ناقصها 19 بيقول، خليك معايا، tremendous flooding during the summer of 1993 left 8 million acres of 9 Midwestern states inundated and proved both expensively and deadly. تعال نشوف كلمة floating، يعني عايز يقول الفيضانات الهائلة في أثناء الصيف في سنة 93 تركت خلفها 8 مليون فدان في غرب الولايات غرقانة، inundated يعني غرقانة، and proved وأثبتت كلا الخسائر يعني في الأرواح وفي الاثمان. فكلمه expensively and deadly، تعال نشوف هنا كلمه floating ما فيهاش مشكله على فكره، وليفت ايضا in the past فعل في الماضي ما فيهوش مشكله، لكن المشكله هنا في الكلمتين دول، هل expensively ولا deadly. نشوف expensively وdeadly. كلمه deadly اللي يشوفها كده زي ما احنا تابعنا ايضا في فيديو سابق هيقول ده ظرف اخره ال واي، لكن deadly هنا adjective يا شباب، صفه معناها مميت، تمام. طيب انا بعطف صفه على المفروض صفه، يبقى اذا اكسبنسفلي المفروض تكون صفه. طب هي اكسبنسفلي صفه؟ لا، ده ظرف مضاف له ال واي، لكن كلمه اكسبنسف بس بدون ال واي دي صفه. فانا محتاج هنا في الجزئيه دي او في الجمله 19 اشيل ال واي واسيب اكسبنسف زي ما هي، فتبقى بوث اكسبنسف اند ديدلي. واحد يقول لي اند ديد، لا لا اند ديدلي، تمام، هو شيء مميت، يعني كان فيها خسائر غالية جدا في الأثمان وفي الأرواح، تمام. فيبقى لازم الإجابة هنا تبقى expensively، أشيل ال واي وأسيب expensive عشان تبقى صفة متبعة بصفة أو معطوفة على صفة. في الفيديو بيقول space to occur in the earth's crust push and pull and shake waves where would be generated stimulously stimulatenously. جملة رقم 20 بيقول space to occur in the earth's crust push pull and shake waves would be generated simultaneously، يعني بشكل مستمر، تمام. هل بقى where a break if a break a break was if broken. جملة صعبة ركز معايا فيها، تعال نشوف دلوقتي. انت هنا بتتكلم عن قاعدة if، بيقول لو حصل دفع وجذب واهتزاز في القشرة الأرضية هينتج عنها امواج بشكل مستمر، ده معنى الجمله. طيب لو دي يبقى قاعده اف، والثانيه التاكد على قاعده اف ان عندك وود والايه والمصدر، يبقى زي ما قلنا ان عندنا وود بي ده تصريف وود والمصدر اللي هي الجزء الثاني من جمله جواب الشرط الخاصه بقاعده اف. انا بتكلم دلوقتي على قاعده اف في الماضي البسيط، يجي وراها ماضي بسيط ثم وود والمصدر اللي هي الحاله الثانيه لقاعده اف، تمام. انا عندي وود والمصدر. طب واحد يجي عينه على طول يقول لك يبقى اف بروكن، لا اقول له غلط، بروكن ده تصريف ثالث، اف يجي وراها ماضي بسيط يبقى دي بره اللعبه. طب اف ابريك، اف هنا ده انا ابريك يعني انكساره، لو انكساره خلاص ما تنفعش. طيب يبقى ما عنديش غير وير ابريك وابريك واس. طب ما فيش اف فيهم الاثنين،
اقول لك لا تعالى بقى الاختيار الصحيح رقم ايه، بس هنقول ليه بقى عشان توضيح. طبعا يا شباب انتوا عارفين قاعده اف لها شواذ كتيره جدا، تمام؟ من شواذ قاعده اف وير اللي هي بتساوي اف ات واز مثلا، تمام؟ يعني وير دي يا مستر بتساوي اف ات واز، كانك بتقول اف ات واز او اف ات هاد، يعني فعل في التصريف تاني بعد اف بمعنى اصح، تمام؟ اقول كده وير ا بريك تو كير، يعني لو ان، يبقى وير هنا معناها لو او اذا، لانها بتساوي اف بس يجي وراها ماضي بسيط، تمام؟ يبقى وير ا بريك تو كير ان ذا ايرثس كراست بوش بول اند شيك، لو حصل اهتزاز دفع وجذب في طبقات الارض امواج كثيره سوف تحدث، اللي اكد لك انها قاعده اف وود والمصدر، تمام؟ يبقى دي الحاله الثانيه لقاعده اف، تمام؟ يبقى انا هستخدم هنا اف ثم ماضي بسيط. طب ما فيش اف وماضي بسيط، يبقى استخدم البديل بتاعها او ما يساويها اللي هي وير بتساوي اف ثم ماضي بسيط، يبقى وير ا بريك، ودي الاجابه السليمه رقم ايه في رقم 20. هنا بقى حابب اشكركم جدا على متابعتكم، كمان ما ننساش شباب اللايك الجميله للفيديو، احنا بنتعب، احس بتقدير وتقييم منكم. ان شاء الله في فيديوهات كتير على القناه، كورس كامل لشرح توفل اي بي تي ستراكشر اند ريتن اكسبريشن. ما ننساش اللايك الجميله وشير عشان يعم الخير ده على الكل، لا تبخل عليه للكل. لو حابب عندك اي كومنت حطه في الكومنتس في التعليقات، اكتب لي وانا هتابع معاكم. ارق تحياتي، كان معكم انور الزاهي من قناه سمارت انجلش، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.